أنهت إدارة نادي الشرطة عقد مدرب فريقها الكروي البرازيلي ماركوس باكيتا بالتراضي بين الطرفين بعد أن تنازل الأخير عن قيمة الشرط الجزائي بالكامل. أمين سر النادي علاء بحر العلوم أشار إلى أن إدارة النادي أنهت كافة المتعلقات المالية الخاصة بالمدرب والأمور القانونية الأخرى، حيث تواجد التعامل الحسن من قبل الطرفين لإنهاء جميع تفاصيل العقد. يذكر أن البرازيلي باكيتا قاد فريق الشرطة في 19 مباراة من الدوري الممتاز، فاز في 11 منها وتعادل في 6 وخسر في آخر مباراتين.